تقدر تكون هذه الساعات الاخيره للجرين دايزر؟ مازال ما عرفناش شنو الراي ديالك في هادشي. انت حشو كان زوين اللي عمرها دار ودانا البليسات زوينين سفرنا معنا في الطرقات بيستا كنعولوا عليه ما كيخدلناش وليدي افكتيفمون هذيك كانت اخر لحظه بالجرين دايزر. دابا هنايا كاينه واحد الحاجه واحده كاينه واحد الحاجه زوينه بزاف عرفتي. انا بعدا كنبغي الحاجه زعما ديالي كنبغيها بزاف جرين دايزر راه ما كناش عوالين زعما اننا نبيعوه وناخذوا هذا في داك الوقت القصير سيرتو داك السيمانه وما طاحتش لينا على البال زعما جايين عوالين غير نرتاحوا مي غنتوحشوا جرين دايزر مي كوم ندوز معنا 3 شهور سافرنا به بزاف ديال الحوايج. كانت اول اكسبيرونس انا بالنسبه ليا بشي موتور كبير استمتعنا بزاف وحنايا كنسافروا به ولكن كانوا فيه واحد لي زانكونفينيون هما اللي ما خلاوناش اننا نكملوا به باش فكرنا ناخذوا هذا الموتور هذا اللي غادي تشوفوه من بعد. نقدروا نقول اونت بارونتيز لي زانكونفينيون بوغ لو ستيل ديال السفر ديالنا كتكمل لي الهضره ديالك. هذاك التينيري كان واعر فيه بزاف ديال الحوايج راه واجي غادي ندير لكم اون كومباريزون اونت تينيري وهذا شنو حسينا الفرق وداك الشيء بوغ الناس اللي كيفكروا حتى هما ياخذوا اون موتو ولكن ما كانش صالح لينا بزاف ولكن هذا كان حلم صراحه. الحلم انا بعد ملي كنت صغير وانا كنشوف هذا الموتور هذا كنقول واش نقدر يكون عندي شي نهار والحمد لله هذا النهار صراحه. اون موتو اللي انا بعدا كنت ديما كنغوماركيها في الطريق زعما كتبان في الطريق وبوغ الناس هكا اللي كيعشقوا لي موتو وداك الشيء واخا ما كانش عندنا افون الفكره اننا ناخذوا اون موتو كان كيعجبني الستيل ديالو هو زوين كتحس به مهيب وفيه واحد فيه واحد لينيرجي كيديغاجيها واعر صافي بارك علينا مسي ستة نحيدوا هذا الشيء ولا شنو نديروا تشوفوا ولا ما تشوفوش صافي خليت الفيديو الجاي احسن نوض على نوض يلا غيتاتو نادي تحيد لنا الباص ويلي يلا غيتاتو واش بصح انا كنحيدو سير غيتاتو اجي انت زوج لا سير سير وديالك ديالك سير 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 هادشي بشوية 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 نشوفو الرويضة نشوفو الرويضة نشوفو الرويضة صافي بركة غير ركز لي على العوينات حيت انا جادوغ عوينات ها 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 شوف يلا شنو بالكم شنو بالكم لا تغزل جي اس واخيرا جي اس بعد عناء طويل وحلم طويل الحمد لله تبارك الله ما شاء الله. هذا شي حاجه اللي وادي عقلي فاش خدينا التينيري باش نقول لكم زعما المجريات ديال الاحداث في الاول ما كناش كنحسوا بداك لي زانكونفينيون اللي فيه حتى ولينا كنفهموه شويه بشويه في لا موتو. قال لي وادي صافي شوف غير نصي جي اس خدينا التينيري غادي نعمروه وغادي نبقاو نشيلو شويه بشويه لي زاكسيسوار وداك الشيء ديالو وحنا به مزيان. يعني دوزت واحد المرحله في حياتي ديال داك الشهرين الاولى نسيت كومبليتمون جي اس كنشوفو في الطريق كيعجبني ولكن التينيري صافي عجبنا وبقينا كنمشيو به. يعني هاد اللحظه باش يكون عندي جي اس الوغ كو ما درتش على وادي الطياره ليلى راه شي حاجه واعره. اي هي 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 هذا كنحس براسي وديع وجد راس كنقولها واحد جوج ثلاثه غتعطيني سوكو شوف غنلصق فيك لانه وصلت لي ولكن راه هو ماي وماشي مشكل الا كان ما كانش عندي امن في التينير كاع انني نسوق حيت كان عالي بزاف هذا تزاد لي الامل بنسبه 5% 5% كوم راه بورسونتاج زوين لا شوفوا داك الساعه دونك هذا المبروك هذا جديد بي ام دبليو جي اس اخ 1250 اوبسيون 719 هذا موديل 2021 الحمد لله سهل فيه الله مازال اون تري بون ايطا يلاه ضارب واحد 7500 كيلومتر يعني مازال موتور تبارك الله جديد. خديناه فول اوبسيون زعما اكثر ديال الحوايج عامرين فيه لي كراش باغ هاد لي فادو ديال دينالي راهما غاليين بزاف لي زوبتيك هادو خدينا لي فاليز هادي اهم حاجه الموتور فيه لي فاليز ديالو يعني نقدروا نتوسعوا واحد شويه وعاد نزيدوا معاه الساك هذاك اللي كنا خديناه من هنا ما هاديش يبان لكم من هنا ما فيه لا لين كولا ديال اكرا يعني فيه واحد الصويد زويون بزاف غادي تسمعوه من دابا شويه. هاد الموتور دابا يلاه عندنا واحد 3 ايام ولا 4 ايام وحنايا كنجربوه وفريمون حسينا بواحد الفرق اللي ما يمكنش. اولا هنايا عندك لي كوسان اغلاضين بزاف اوف اغلاضين بزاف على التينيري راه التينيري كانت فيه واحد الكوسان قد هكا شوف دابا هاد عاد تزيد عليه سسبونسيون اللي واعره كدير واحد الفرق بزاف في الطريق كتبقى ماشي كتحس براسك كتبومبا يعني بحال اللي راك فوق الريش. خلاص هنايا فيه كلشي الكاش ديال هاد الصابو موتور موتور تبارك الله الحمد لله سهل فيه الله مازال جديد بزاف. هذه صراحه هي اكثر
اكثر حاجه ما خلاتناش نفكروا بزاف باش ناخذوا لا موطو، حيت راكم عارفين حنا جينا غير نرتاحوا باش نعاودوا نشدوا الطريق. فلفت انك تاخذ موتور اللي خاوي يعني كان عاوتاني غادي يعطلنا بزاف. قلب على لي زاكسيسوار، طلع لكازا، شوف بزاف ديال الحوايج. كما عرفتي والتاني نهار الاول شريناه جديد، دونك لا موطو كامله ولكن ما كاينش فيها كاع لي زاكسيسوار خاويه. فيلا شرينا ليها هذاك التوب كيس اللي كان عندنا هنايا، ولعقلتي وما كناش تلقينا لي كراش بار. طاح لينا واحد النهار بلا بيهم اللي هما هادو اللي كيبروتيجيو لا موطو داكشي. يعني فاش شفنا هكا عامر بلي زاكسيسوار ديالو ما فكرناش بزاف، ولقيناه عند واحد السيد مهلي فيه بزاف بزاف بزاف، ما دار به والو ومبروتيجي غير فاش دخلنا نشوفو هكا في الكراج. حتى مبروتيجي هو كيشعل وكيحمق، ما فيه الخبشه لا حتى شي حاجه. صافي قلنا غادي نفونسيو، هي الامنيه ديالنا اللي خاصنا ديك الساعه نبغي نحققوها. دونك هذا هو الموتور اللي غادي تبقى تشوفونا كنسافروا به ان شاء الله. دعيو معنا بالتيسير بحال ديما، الدعوات ديالكم كيفيدونا بزاف. عرفتي هاد 3 ايام كيف ما قلت لكم، دابا 3 ايام وما عندنا في الكراج، وكل اللي كنقول واش بصح صافي راه عندنا الجي اس، واش بصح راه حنا قدرنا نشريوه. الحمد لله زعما حلم تحقق، وهذا هو الموتور اللي غادي تبقى كتشوفونا به دوغينا بو ان شاء الله. فريمون هاد الموتور هذا سهل في لا بواحد الطريقه اللي ما يمكنش، حيت كنت خارج بالتيرنيير صافي درت له لونتروتين ديالو باش الله غدي نشدو به الطريق، وفجاه خرج عندي واحد السيد سميتو ياسين كيسلم عليه بزاف، حتى هو عنده واحد الجي اس. قال لي راني كنتفرج فيكم وكيعجبني داكشي اللي كديروا، ولكن التيرنيير اللي كتسافروا به راه ما صالح لكمش بزاف، راه غادي يعذبكم في الطريق، من الاحسن تاخذوا جي اس. وانا نقول له والله الا داكشي اللي راني حتى انا واقف عليه، راني بحال وانا كنقلب على شي جي اس ولكن مازال ما لقيتوش. ويقول لي راه عندي ليك الحل، غادي نصيفطك عند واحد السيد حتى هو موطار، حتى هو كيسافر بلي موطو كيبيع ويشري في لي موطو داكشي، اللي سميتو عمر كنسلم عليه بزاف حتى هو. فاش مشيت عنده قال لي راه كاين واحد الموتور كيتباع عند واحد السيد فريمون مهلي فيه بزاف، ما كيسافرش به بزاف، كيتهلا فيه في لونتروتيان وكلشي، غادي نعيطوا له غادي نمشيو نتلاقاو به. افيكتيفمون ملي مشينا شفنا هذا الخير هذا فريمون حمقنا بزاف، وصافي وحنا نتوكلوا على الله. وفريمون ربي كيدير شي اسباب من حيث لا تدري، صافي كيسهل فيها الله. هذا غادي يكون عنده سميه جديده، غيتاتونا تجي حدايا وغادي يقولوا سميه جديده رسميا. خروج جرين دايزر ودخول واحد جوج ثلاثة جلادياتور. قولوا لنا كيف جاتكم السمية. هادو ربع الاسماء ديال الوديع راه كيبقى كيسمي قبل ما قبل يشري. انا متاكده بلي ما غاديش تكون عندي الفرصه ان شاء الله فاش يكون عندنا وليدات في المستقبل اني نسميه. لا ما تخافش انا نتكلف. انا متاكده غادي يتكلف عرفتي، ولكن كيلقى شي سميات كيعجبوني وكيجيو مع الحاجه فهمتي. داك جلادياتور في هذاك الغلط جلادياتور هو ديال القوه وديال الشراسه بحال الموتور تبارك الله ما شاء الله. تدخل لنا لافي ديالكم في كومونتير على السميه، واش كانت تجي معاها شي سميه واحده اخرى ما فكرناش فيها. باش ندير لكم واحد الفرق بسيط ما بين تينيري 700 اللي كان عندنا اللي هو جرين دايزر وما بين جلادياتور، اول حاجه اللي تلاحظوها هو الفرق ديال لي سي سي يعني لا بويسونس، هذا فيه 1250 واللي كان عندنا غير 700، يعني كنهضروا على تقريبا راه تقريبا لو دوبل في لا بويسونس. وهذه كنظن انه شي حاجه زوينه كوميم، انني بديت في الاول غير ب 700 ما بديتش 1250 باش يلاه طلقت يدي واحد شويه. مع الوقت حسيت بلي اننا محتاجين اكثر ديال لا بويسونس مع الثقه اللي كنهزو ومع دو بلاص ديما في الموتور، دونك كان خاصنا شويه لا بويسونس اكثر. ثاني حاجه هو الطول ديال هذا مثلا، ملي كتوقف هكا شو رجلي شحال واصلين لتحت، الوغ كو بتينيري كانت ابين كتوصل لرجلي هكا، وهذا كيدير واحد الفرق كبير في السوغان. ملي كتكون رجليك ضابطه اكثر في الارض كتكون محكم في الموتور اكثر، مي با كونت تينيري كان فريمون صعيب شويه في السوغان على هذا، واخا انه هذا راه هو زايد في لو بوا، تينيري راه كان فيه 220 هذا تقريبا فيه 290 كيلو هاد، ولكن واخا هكاك ما كتحسش كاع بالثقل ديالو، ما عرفتش كيفاش دايرين له، مي جاي ليكيليبغ ديال البوا ديالو مفرق مزيان، كتحس به اليز كثار معك في الطريق، ما كتحسش به في اي لحظه يقدر يقلبك بحال اللي كان كيدير التينيري. ثالث حاجه واللي كان سبب رئيسي باش تخلينا اننا نبدلو الموتور هو الكونفور، كيف ما قلت لكم فيه هاد لي سياج هادو غلاضين بزاف، زيد عليها لي زاموغتيسور ديالو اللي فريمون زوينين كتحس بهم سوبل، ما كتحسش بلي دودان ولا سيكوس كاملين اللي كاينين في الطريق، وعاد زيد عليه انه الموتور ابدابتي بواحد الشكل زوين باش كيخليك تحس براسك فريمون ماشي فوق واحد الريشه في الطريق، ما كتحسش به كاع. وغيتاتون اكثر وحده فرحانه اللور بهاد البلاصه هادي اللي فريمون عريضه وكتمشي مرتاح حنا مزيدي في الطريق، عندها هادو هنايا علاش كتكف في الطريق، وملي غادي نزيدو الصاك هنايا جو سوي سيغ انه دابا غير تادي تبقى كتمشي نعسه في الطريق. زيد عليه واحد الحاجه واحده اخرى، هاد لي سيج هادو راهما شوبونت في البرد. اوه يلا يلا يلا. ورابع حاجه اللي حتى هو كان السبب باش اننا خلانا نبدلوا التينيري، هو التينيري هو زوين بزاف عجبنا، مي جاني صالح اكثر شي واحد اللي يسوق بوحدو واللي كيعجبو بزاف لي بيس الجبال، ما كيعجبوش يضرب طريق طويله بزاف، هذا يكون
بارفي لهاد الناس هادو. مي حنايا كنسافروا ديما دو بلاص وما عندنا الباجاج وكنديروا دي سيركوي لي طوال ومازال ان شاء الله باغيين نديروا دي سيركوي لي طوال. هاد لو ستيل هذا ديال لي موطو هو اللي ادابتي بزاف لو ستيل ديال السفر ديالنا حنايا. اون ريزومي بحال هادي تقولوا انه التينيري صالح بواحد النسبه ديال 80% انك تضرب بها الاوف رود، ما تسافرش بها سورتو دو بلاص مع الباجاج وما تضربش بها الطريق اللي طويله فريمون كيعيي، كضرب واحد 3 ساعات صافي كتحس براسك راك عييتي بزاف. دعيو معنا بالسلامه هي اكثر حاجه محتاجين في الطريق، وكونوا متاكدين انه الدعوات ديال الناس اللي كيبغيونا وديالكم كاملين كيوصلوا نيشان راه هما اللي كيوقفوا معنا. سوي في طونكتور بلا موتو جديده ديالنا بيانتو ان شاء الله غادي نغبخنيو السفر اكزاكتومون بغلادياتور. اخر حاجه نكلوتيغو بها هذا الفيديو هو تسمع الصويت ديالو كيفاش داير علاش طالع الفيلم.